أبهاي بقول حالات لها دمير بان لها يبقى كرون أنا دمير لا كرون بقول كي أبها هو سميس لكن أدوهم حد سميس دات كاس هداي كسو بحان قبوره ويسؤالنا ويديان كما جوابك روانا وعد كانيسا وروحيان دين ديبني حقيت جيسين وين وعدك تاي وصومالي قحوتيا ودلكي سكا عربي مجري لكن ما انت انك بدن لبن مليون او صوماليا ايا قحوتيا ودوني دا كود دلن بابي يعرورو هودي هميلو ينكي اي لهايين محا حقيقو بي انك وما انت تشوقنا ووضعي انكو نول يوحي الربين ولما يسو مقارنين وما يسو ايقنا هميلو ينكو دي محاي هاي marka laga eego dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo Great Somalia iyo Somali Win wax la yiraahdo socdeen ma hayna qarkood wayba ka sii fogaayeen oo hadaan calanka la yina shirintaniye Nairobi ba lahayn oo xuduudaheena Soomaalida dadka Soomaaliya wayba ka sii fogaayeen oo meelo kale ba sii eegay visionki noocaas ah iyo aragtidi noocaas ah ما أنت محنك هاينا وقضب دادك صوماليات وميدة وولالاء وهل عالن له وهل دولد له أي السعودين محنك هاينا مواطن صوماليات وحل لغا أمركا يتشوغين أيهو يتشوغين أن هل قفو صوماليا وقحوتي وأدون كمتشرين حلقاس صومالي قحوتيا ودلكي سكا عرري مجرد لكن ما انت انك بدن لبن مليون او صوماليا ايا قحوتيا ودوني دا كود دلن بابي يعرورو هودي دادكاس هداي كسو بحان قبوره ويسؤالنا ويديان كما جوابك روانا وعد كانيسا وروحيان دين ديبني حقيت جيسن وين وعدك تاي وساعد عير بولي هاي لكن وان سو كوبي وقت عير بولي هريريا أنا وحربينا إلى هذا مرة في قاركوت إن الحفلة ده عند جنون هسا أيام مرة سمية يقبل أي سميين قروح بدنا لقاضي أن كسوع العشرون مسكح ذاك جرة حيصناي سحمه وحالي يري أبهاي بقول حالات لها دمير بان لها يبقى كرون أنا دمير لا كرون بقول كي أبها هو سميس لكن أدوهم حال سميس أنكم ما أنت حقين شوقنا محان سميني قرآنكو إلهي سبحانه وتعالى وحويري تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ماشي هسحق باكوت تجي وحي ربان وحي قلان وحي سمين وحي سمين أنكم حال هنا سورة يونس شيخ علي نواج وغاية علماء خرطة هذا لقوا ما شيخ شيخ إلهي وحكو شيخ ولقد مركو إلهي شيخ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا قرون تيدين كوه الرئيسي مركي لله اللي ريمك مركي ظلم قلان أيان هلاقني وجاءتهم رسلهم بالبينات فما وما كانوا ليؤمنوا ويحي الله شيخ ودو ويديدين بيدنا إلهي وحو يلوان هلاقني سيداسو كلانو مجرمين تورنو هلاقنا آيات دكوح التاون أجهدا ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون إلهي وحوري كدبنا إذن كان إذن إبني أرنكي يتلذي وحانا إيجينا وحد سميسا أيان إيجينا إلهي وحو إيجي يا نعمة وإنسيه نعمة الإسلام وحاكوحك تنمعة نعمة الحرية نعمة الحرية إيا الدولة أياك وحان إلهي ضبسي أقوين نعمة دي إلهي إن السيح جين جيني هرت إلهي وينو إيه جيي دينا وحفيرنا يبروح حصامينا هدان شد كي مجرمين تمرنا سيدي مجرمين تعلينا هلاقي وادوك تين حد ما أنت إن عن يحيحنا ونقوليها إن اسكفت لنا وعن كجبنا أبياشين أو ويدين ونكحشونا أيه هاد مرة كقاركود
intan soo istaagnay inaanu heesiga ugu weyn ku soo ceshin laakiin dadka Soomaaliyeed runta in la soo sheego waaye sidaan inama anfacayso taas dadka Soomaaliyeed aan leeyahay waxay ahayd xafladahan way fiican laakiin aan ku darno qaybta xisaabtanka yeenan anagu isweydiino xageen geeyna wixii leeyno dhiibay wixii leeyno dhiibay waa ninka waxa sheegay saaxiibkay Saalax baa sheegay ninkii qarankan soo toobartay awowyadiis u dhiibteen inuu diyaaradaha dalka ku difaaco ciidanka cirka laga dhigtay caawa xagee jooga maanta xagee buu sii jeedaa waa runtii dowladdii Soomaaliya shacabkeeda laysay laakiin asagu muxuu sameeyay hadda asna shacabkiisu laayay dadkiisu laayay waxaan qabaa aniga waxaa khaldan wax weyn ayaa khaldan aan xisaabtanno intaas waa leeyahay fariinta kalean diraya qolo kalaan u dirayaa oo riyoota riyoota qolaa riyootay waxay dhaheen taariikh baa naga khaldantay taariikh aan saxayna waxaan recorrection ku sameynaynaa historiga uu naga khaldamay marka taariikh aan saxayna qolaas waxaan leeyahay hadii qola wax ka khaldantay oo history uu ka khaldan yahay anagu naga khaldan yahay ayaan la isdhaqdhaqaajin hadii qola wax ka maqan tahay wax ka maqan tahay oo u baahan tahay inay wax ka khaldamay saxdo anagu wax naga khaldan yahay oo wax naga maqan yahay aan hoos u dhigno hala caqli waxa soo noqdo anaga wax naga maqan yahay idinka wax idinkama maqan marka waxay la tahay aan qoladaas waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha ku qasbina inay hadlaan dadka Soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay dib xisaabtamaan dadka Soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay taariikhdii ka qaldantay ay saxaan marka qoladaasna intaas aan leeyahay may hay fahmaan ama aysan fahmin isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada